أعزائنا مشاهدي الفضائية التربوية السورية، أحبتنا الطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي العام العلمي والأدبي والثانوية المهنية الصناعية والتجارية والنسوية وأيضا الثانوية الشرعية، جميعكم أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يسرنا أن نقدم لكم ندوة حول الوحدة الثالثة في كتاب الصف الثالث الثانوي حول منظمة الأمم المتحدة والعلاقات الدولية. ويسرني أن يشارك معي في هذه الندوة الزملاء الأستاذ مجيب اسكندر من تربية طرطوس. أهلا وسهلا أستاذ مجيب، أهلا وسهلا فيك. وأيضا أن يشاركني الأستاذ فادي شندوخ في من مديرية تربية القنيطرة. أهلا وسهلا أستاذ فادي. أهلا وسهلا فيكم أستاذتنا الكرام. ونحن يعني بندوات سابقة تحدثنا عن الوحدة الأولى حول الدولة والحكومة، والوحدة الثانية العولمة والمعلوماتية، والآن لدينا الوحدة الثالثة سنتحدث عنها حول منظمة الأمم المتحدة والعلاقات الدولي. أستاذ مجيب، بداية من عندك نبدأ مع أنه نتحدث عن الوحدة الثالثة، ما محتوى دروس هذه الوحدة بشكل موجز؟ سندخل في التفاصيل فيما بعد. يسعد أوقاتك أستاذ بسام وأوقات أعزائنا الطلبة. في هذه الوحدة بعنوان منظمة الأمم المتحدة والعلاقات الدولية. الأمم المتحدة نشأت كتنظيم من أجل تحقيق السلام والأمن الدوليين، أيضا من أجل مكافحة الصراع أو النزاعات وحل بشكل سلمي. هذه المنظمة تتألف من عدة أجهزة: مجلس الأمن، الجمعية العامة، محكمة العدل الدولية، ومجلس المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وستكون مسار بحث في دروس هذه الوحدة. من المتوقع للطالب في هذه الوحدة بعد نهاية أو تنفيذ الأنشطة أن يوضح دور منظمة الأمم المتحدة في معالجة الأزمات الدولية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية. أيضا سوف يستنتج دور منظمة الأمم المتحدة في منع انتشار أسلحة الدمار الشامل للحفاظ على السلام والأمن الدوليين. ولدينا أيضا أهمية نشر ثقافة السلام بين الدول، وسنتعرف مصطلحي عالم الشمال والجنوب ونميز بين دول الشمال ودول الجنوب. لدينا في هذه الوحدة ثلاث دروس: منظمة الأمم المتحدة والمتغيرات الإقليمية التي حدثت على الصعيد الإقليمي، وأيضا المتغيرات التي حدثت على الصعيد الدولي. ومن ثم في الدرس الثاني سوف نتعرف على دور منظمة الأمم المتحدة في تحقيق السلام، والدرس الثالث سيكون عالم الشمال والجنوب. لدينا في هذه الوحدة مفاهيم ومصطلحات سوف تكون محور بحثنا، اللي هي السلم والأمن الدوليين، ثقافة السلام، ما هي هذه الثقافة، ما هو عالم الشمال وما هو عالم الجنوب. يعني كتير ممتاز هذا الكلام أستاذ مجيب، أنه نحن خلال هالثلاث دروس حنتحدث عن عدد من المفاهيم والقضايا بعلاقة هذه المنظمة من بالعلاقات الدولية اللي كانت سائدة في منذ نشوء الأمم المتحدة حتى الوقت الحاضر. تفضل كمل. فينا نعطي لمحة عن مجلس الأمن، مما سيتكون هذا المجلس. مجلس الأمن الدولي يتكون من 15 دولة، خمسة دائمة العضوية وتتمتع بحق النقد الفيتو، ألا وهي الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، ألمانيا، فرنسا. وعشر دول غير دائمة تنتخب لمدة سنتين، ويراعى التوزع الجغرافي في انتخابها من قارات العالم الخمس. طبعا آلية التصويت 9 بالأغلبية. هذا يعد مجلس الأمن هو السلطة الفعلية في الأمم المتحدة. الجهاز الآخر الذي لو سمحت بس هوني نقض الفيتو نوضح في كلام، يعني عقيد كلام جوهري هوني جيد. هو ما أنه موجود هذا الكلام في كتابنا. الفيتو بالأساس هي كلمة يونانية الأصل تعني أنا أعترض أو أنا لا أوافق. وبمجرد التصويت في مجلس الأمن واعترض أحد الدول الدائمة العضوية الخمس على هذا القرار يصبح القرار لاغيا.
وحقيقة هذا القرار يعني تأسس بعد الحرب العالمية الثانية بعقلية الدول المنتصرة التي سمحت لنفسها بأن تأخذ هذا الحق، وكان سببا من أسباب عجز مجلس الأمن كما سنرى لاحقا في معالجة الأزمات الدولية أو في الانحياز لدول أو لطرف دون آخر. الجهاز الثاني هو الجمعية العامة. الجمعية العامة هي أعلى مرجع وفي الأمم المتحدة، ولكنها ليست سلطة أو سلطة عادية وصائية، لكل دولة فيها صوت واحد وتجتمع اجتماعات محددة في العام. وسوف نرى في الدرس متى أو ما هي صلاحياتها ومتى تحل محل مجلس الأمن، وأحيانا يطلب منها مجلس الأمن أن تقدم رأيها أو ما شابه. الجهاز الآخر هو محكمة العدل الدولية، وتعتبر الجهاز القضائي للأمم المتحدة، وتبحث في المسائل القانونية أو ذات الطبيعة القانونية فقط. الجهاز الآخر الذي سوف نتحدث عنه هو المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يتكون من 54 دولة، واهتمامه بالشؤون الاقتصادية بشكل عام. هذه الأجهزة سوف تكون مسار بحثنا في بالتفصيل في دروس الوحدة. ممتاز. يعني نحن أشرت لإشارة ما أنا موجودة نحن بالصف الثالث ثانوي بمراحل دنيا لأحبتنا الطلبة أخذوا، يعني اللي تفضلت فيهم حضرتك نحن عم نعمل لهم مراجعة لهم، يعني أحبتنا الطلبة أخذينهم في المرحلة الإعدادية أنه شو هو مجلس الأمن، شو هي الجمعية العامة، شو هي المجلس الاقتصادي، شو هي محكمة العدل الدولي وظائفهم، وأخذين أيضا منظمات أخرى أو منظمات إقليمية أو دولية. لكن نحن يعني حنتحدث بدروسنا عن هذه العلاقات الدولية وأثر في عمل هذه الأجهزة في منظمة الأمم، ووضحنا لأحبتنا الطلبي هو استخدام حق النقض الفيتو. وأنا أشكرك على تفسير كلمة الفيتو، إنها هي كلمة أعترض، يعني إذا اعترضت إحدى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن يسقط هذا القرار ويصبح لاغي. فهذا نحن حنثبت أنه هو أدى إلى عجز هذا المجلس أمام في حل كثير من الخلافات. أستاذ فادي، يعني نحن حكينا بشكل سريع عن وحدتنا اللي حنتحدث فيها اليوم، لكن أنا درسنا الأول هو منظمة الأمم المتحدة والمتغيرات الإقليمية والدولية، يعني يعني درسنا هو حول هذه المنظمة اللي حكينا تفضل عنها الأستاذ مجيب، ولكن أثر العلاقات الدولية، لما كانت علاقتها الدول منيحة مع بعضهم البعض كان عملها المنظمة جيد، لكن لما كان في صراع بيناتهم أدى إلى عجز هذه المنظمة. نحكي بالصفحة الأولى، نحن دائما عندنا صفحة مقدمة لكل، سنوضح هذه الصفحة لأحبتنا الطلبة. يسعد أوقاتك أستاذ بسام، أوقات أعزائنا الطلبة. الدرس الأول هو منظمة الأمم المتحدة والمتغيرات الإقليمية والدولية في الوحدة الثالثة. طبعا نشأت منظمة الأمم المتحدة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وهي نشأت كبديل عن منظمة الأمم، عصبة الأمم التي كانت سابقا هي أنشئت لتحقيق حفظ الأمن والسلم الدوليين. طبعا نشأت منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، مما يتطلب هذا تعاون جميع الدول الأعضاء فيها لتحقيق ذلك بعيدا عن الهيمنة وبعيدا عن المصالح الذاتية للدول القوية. في هذا الدرس أستاذ بسام سوف نمر على المتغيرات الإقليمية والدولية التي حدثت منذ إنشاء الأمم المتحدة، ونستعرض تأثير هذه المتغيرات على عمل الأمم المتحدة وكيف كان دورها. وفي هذا الدرس سنعرض المقترحات التي تم اقتراحها لتعديل وتطوير ميثاق منظمة الأمم المتحدة. طبعا جاء عندما تم إنشاء منظمة الأمم المتحدة اتفق الدول الأعضاء على أن يكون شعارها هو بخلفية زرقاء الكرة الأرضية، خريطة العالم على خلفية زرقاء محاطة بغصنين من أغصان زيتون، فاللي تدل على المنطقة الجغرافية التي تشملها أو الأعضاء فيها، واللي هي جميع دول العالم، وأغصان زيتون الذين يرمزون إلى غصنين زيتون يرمزون إلى السلام. إلى السلام. إذن من الرمز فهي غايتها حفظ السلام لجميع دول العالم. جاء في مقدمة الأمم المتحدة عندما في ميثاقها الأسباب التي دعت إلى نشأتها، منها إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب، خصوصا أن العالم
كان قد مر بحربين عالميتين جر الويلات على دول العالم. نعم. على دول العالم. كما من أسباب نشأتها نشر الحقوق الأساسية للإنسان ونشر كرامة الإنسان والحفاظ على كرامة الإنسان بما فيه الحقوق المتساوية للرجال والنساء وبما فيه الحقوق المتساوية للأمم والدول كبيرها أو صغيرها. كما من أسباب نشأتها نشر العدالة بين الدول واحترام الباقيات الناشئة بين الدول عن طريق المعاهدات والمواثيق الدولية والاستناد إلى مصادر القانون الدولي. كذلك محاولة الرقي والتقدم بالدول جميعها. طبعا لذلك اتفقوا على أهداف منها نشر السلام والتسامح بين جميع شعوب العالم وتحقيق والحفاظ على السلم والأمن الدوليين. شكرا أستاذ فادي. يعني نحن بهالدرس بدنا نعرف أثر العلاقات الدولية، يعني بكتابنا ذاكرين في معسكر شرقي طبعاً أو اشتراكي ومعسكر غربي أو رأسمالي. نعم. أو الولايات المتحدة الأمريكية ومين اللي معه والاتحاد السوفيتي السابق روسيا الآن ومين اللي معه اللي بدهم السلام وحفظ السلم والأمن الدوليين. هذه العلاقة عندما كان في علاقة حوار كان انعكس إيجابا على عمل المنظمة وحل الخلافات بالطرق السلمية وفق مبادئ هذه المنظمة، لكن عندما كل دولة تريد أن تحقق مصالحها انعكس سلبا على عمل منظمة الأمم المتحدة. أستاذ مجيب، يعني نحن حننتقل للفقرة اللي أول فقرة في هذا الدرس، إنه دور المنظمة المتحدة في ظل المتغيرات الدولية ولكن في مرحلة اسمها مرحلة الحرب الباردة. هي الحرب نفسر بس. نعم. تسمح لي أنا فسرها عن حضرتك. طبعا. إنه هي المرحلة هي منذ أن نشأت الأمم المتحدة وظهر هالمعسكرين ظهر في حرب سميت بالحرب الباردة، أنه استخدموا فيها كل وسائل الصراع عدا الصراع العسكري المباشر بين المعسكرين حتى انهيار الاتحاد السوفيتي في تسعينيات القرن العشرين. نعم. سميت المرحلة بمرحلة الحرب الباردة، فنحن نوضح لأحبتنا ماذا حدث في هذه المرحلة. نعم. إذن نحن أمام دور منظمة الأمم المتحدة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية في مرحلة الحرب الباردة. نعم. في هذه المرحلة اشتد الصراع بين المعسكرين الاشتراكي بزعامة الاتحاد السوفيتي سابقا والمعسكر الرأسمالي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، وتحقق توازن الرعب بينهما على أساس الردع النووي. الردع النووي هنا لامتلاك كلا الطرفين السلاح النووي واستحالة المواجهة بينهما من خلال سعي كل منهما إلى تجنيد قدراته السياسية والاقتصادية المتعارضة مع الطرف أو مع مصالح الطرف الآخر. هذا التعارض أدى إلى آثار سلبية على عمل المنظمة. من أهم هذه الآثار تجميد المواد 41 و42 و43 من ميثاق الأمم المتحدة، وهي عصب العمل في منظمة الأمم المتحدة. لنرى مثلا المادة 41 هي العقوبات التي يقررها مجلس الأمن أو الأمم المتحدة الغير عسكرية في حال أخل الدولة، ممكن أن نطبق المادة 41 بالدرجة الأولى، منها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديثة البرية والبحرية. نعم. إذا لم تنجح تطبق المادة 42، يجوز لمجلس الأمن هنا استخدام القوة أو تحت ما يسمى الفصل السابع. نعم. المادة 43 التي جمدت أيضا هي مضمون القوة للأمم المتحدة بأن يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بوضع ما يلزم لمجلس الأمن من قوات من أجل استخدامها لحل الخلافات بشكل أو بآخر. أشكرك على التأكيد هذه المواد 41 و42 و43 موجودين في المستند رقم 3 على يسار الصفحة في دور منظمة الأمم المتحدة في المتغيرات الإقليمية والدولية. الدولية. نعم. أمام هذه الظروف يعني بدأت دول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة تفقد في ثقتها في نظام الأمن الجماعي في نظام الأمم المتحدة، وبدأت تبحث عن ترتيبات أخرى خارج إطار هذه المنظمة. لا. فمثلا مجموعة من الدول أمريكا وحلفائها شكلوا حلف الأطلسي في عام 1949. الدول الاشتراكية بزعامة الاتحاد السوفيتي شكلت حلف وارسو. لا. والدول المحايدة شكلت ما يسمى بحركة عدم الانحياز في عام 1955 من دول محايدة مثل الهند ومصر والدول الأخرى. هذه الحركة أدت دورا إيجابيا في العديد من قرارات منظمة الأمم المتحدة.
لكن الذي حدث استمرار صراع المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي، انعكس هذا على منظمة الأمم المتحدة عن مواجهة، وأدى عجز هذه المنظمة عن مواجهة عدوان الدول الكبرى من خلال حق النقض الفيتو واستخدامه في مجلس الأمن ضد أي قرار يتعارض مع مصالح هذه الدول الكبرى. الأمر الذي أدى إلى شل فعالية مجلس الأمن وعجزه عن أداء مهمه، وكالأمس يوم الأمثلة هنا في هذه المرحلة عجزه عن مواجهة العدوان الأمريكي على فيتنام الذي استمر من 62 وحتى 73 عام 1973، بالإضافة إلى عدوان الكيان الصهيوني الإرهابي المستمر على الأمة العربية. في الجدول نرى مثلا كمثال عن استخدام حق النقض الفيتو، نلاحظ أن مثلا الاتحاد السوفيتي في الفترة الممتدة من 46 حتى 55 استخدم حق النقض الفيتو 80 مرة، بينما أمريكا 0، بريطانيا 0، فرنسا 2، الصين. وهذا ما يعكس أيضا توازنات هذه المرحلة، عندما كان الطرف الاشتراكي هو الأقوى كان لديه القدرة على استخدام حق النقض الفيتو بأكثر بما يحقق مصلحة الأمن والسلم الدولية. بالضبط، بما يحقق مصالح الأمن والسلم. من هنا إذا نرى هذه المرحلة هي الحرب الباردة وكيف انعكس أداءها على الصراع الموجود في دول العالم والعجز الذي تمثل كما ذكرت في مجلس الأمن. نعم. يعني إذا لاحظنا بالجدول نفسه اللي عم تتفضل حضرتك فيه، نبدأ منه أنه الاتحاد السوفيتي بالبداية بدأ تحقق التوازن بشكل سليم لحفظ السلم والأمن الدوليين، لكن تراجع حق النقض وكثر دور اعتراض الولايات المتحدة الأمريكية، يعني بين عام 76 لعام 85 استخدمت 34 مرة الولايات المتحدة الأمريكية، لكن روسيا الاتحاد السوفيتي السابق 6 مرات أو ست. فهذا ينعكس على أنه يعني المعسكر الاشتراكي كان هدفه أن يحقق السلم والأمن الدوليين، لكن كان الصراع يقف إلى جانب الدول الضعيفة اللي بدهم يساندوها ويساعدوها. هوني بس بدي أوضح أنا حركة عدم الانحياز، يعني أخذينا حبتنا الطلبي، لماذا سميت بحركة عدم الانحياز؟ هي أنها ليست منحازة إلى هذا الفريق أو منحازة إلى هذا الفريق، ولكن سموا حالهم الحياد الإيجابي. يعني ممكن يكون موقف روسيا إيجابي، ممكن يكون موقف الولايات المتحدة الأمريكية إيجابي، هم مع الموقف الإيجابي مما، ولكن هذا الموقف بما يحقق السلم والأمن الدولين. شكرا أستاذ نجيب. أستاذ فادي، يعني نحن حكينا عن مرحلة الحرب الباردة، لكن ماذا حدث بعد هذه الحرب الباردة؟ أستاذ بسام، مثل ما تفضل أستاذ نجيب، فالحرب الباردة هي كانت محط صراع بين القوتين الأكبر في العالم، الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية. ولكن في نهاية الثمانينات، في منتصف الثمانينات، حدث نوع من التضارب والانفراج في العلاقات الدولية، حدث نوع من الوساطة في العلاقات الدولية أدى إلى تحسين العلاقات الدولية بين القوى العظمى، فحدث نوع من التقارب والانسجام، فانعكس هذا الأمر انعكس على آليات عمل منظمة الأمم المتحدة، فحدث تنشيط إعادة تنشيط آليات عمل منظمة الأمم المتحدة ودورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين. هنا شعوب العالم نظرت لهذا الانفجار بشكل إيجابي، وعاد الأمل لها بأن الأمم المتحدة عادت لتقوم بدورها بحفظ الأمن والسلم الدوليين ولإيقاف الحروب والنزاعات. ولكن في نهاية الثمانينات انهار الاتحاد السوفيتي القوة الثانية في العالم، فبقي وانهار معه حلف وارسو الذي هو يشكل حلف عسكري للدول الاشتراكية، فبقي على العالم قوة مسيطرة ومهيمنة هي الولايات المتحدة الأمريكية التي هيمنت على السياسة العالمية وبالتالي هيمنت على دور الأمم المتحدة وعلى قراراتها. هذا الأمر أدى إلى أضعاف دور الأمم المتحدة بعد فترة من الأمل بإعادة نشاطاتها في حفظ الأمن والسلم الدوليين. إذا تجلى أضعاف الولايات المتحدة الأمريكية لدور الأمم المتحدة في عدة أمور، فمثلا تجلى ذلك في عجز مجلس الأمن الدولي عن إيقاف العدوان الصهيوني على لبنان عام 2006 إلا بعد شهر واحد، ولم يوقف هذا العدوان إلا بعدما أدركت الولايات المتحدة الأمريكية أن استمرار هذا العدوان ليس في صالح الكيان الصهيوني. كذلك تجلى ذلك في عجز مجلس الأمن عن تنفيذ القرارات الصادرة عنه هو نفسه، والذي يدين إسرائيل ويطالبها بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة
التي هي 242 و338 المتعلقة التي تطالب من إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي تم احتلالها. كيان الصهيوني الإرهابي لا نخوض فيه. كيان الصهيوني الإرهابي. صحيح. اللي طالب كيان الصهيوني الإرهابي بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة. كذلك. كذلك طبعا بقرار رقم 497 لعام 1981 الذي ينص كذلك على ان استيلاء اسرائيل على اراضي الجولان منافي لقواعد وميثاق الامم المتحده. اذا هنا في مرحله ما بعد الحرب البارده بدا نوع من الانفراج، عاد الأمل لعمل آليات الأمم المتحدة، ثم نتيجة انهيار الاتحاد السوفيتي وسيطرة قوة واحدة عادت تم شل الأمم المتحدة في حفظ الأمن والسلم الدولي. ممتاز هذا الكلام. يعني نحن حكينا عن مرحلة تاريخية طويلة. نعم. يعني أكثر من 50 عام في أفكار بسيطة دقيقة حول هذه المرحلة. مرحلة بعد الحرب الباردة في ثمانينات القرن العشرين حدث تقارب بيناتهم أدى إلى تنشيط الآلية، لكن انهيار التفكك الاتحاد السوفيتي وحلف وارسو فبرز القطب الواحد. صحيح. زعمت الولايات المتحدة الأمريكية هيمن على السياسة العالمية، أضعف دور هذه المنظمة. تجلى هذا الضعف بأنه بعجز المجلس الأمن، لأنه المجلس الأمن هو الأداة الفاعلة مثل ما تفضل الأستاذ نجيب لعمل منظمة الأمم المتحدة. هذا العجز بجملة من القرارات، لكن مثلا ما قدروا يوقفوا العدوان الصهيوني الأمريكي على الصهيوني الإرهابي على لبنان إلا بعد شهر. جملة من القرارات، القرار 242 338 497، كثير من القرارات ما يخص الصراع العربي الصهيوني لم يتمكنوا من تنفيذها على أرض الواقع. استاذ مجيب، يعني نحن هلا حكينا عن جملة من القرارات، لكن كمان أصدروا جملة من القرارات في من خلال عدد من الأنماط اللي استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية في هيمنتها على منظمة الأمم المتحدة. فشو هني هالقرارات إذا سمحت؟ إذا الأنماط عفوا ربطا بالمرحلة التي تحدث عنها الأستاذ فادي. نعم. وهيمنة الدول الكبرى على هذه المنظمة، سوف نستعرض الأنماط التي استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية في هيمنتها على منظمة الأمم المتحدة. نعم. حقيقة استخدمت 3 أنماط. النمط الأول نمط الاستبعادي والافتعالي، ولدينا نمط ثالث هو النمط المشاركي المحسوب. نعم. وكل نمط يعني يحمل معناه. الاستبعادي يعني إلغاء أي دور لمنظمة الأمم المتحدة في حل أي قضية لا ترغب الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركتها أو التعامل معها أو تسويتها، الغاية من ذلك كي تنفرد هي بتسويتها بما ينسجم مع مصالحها. وخير مثال على ذلك هو استبعاد منظمة الأمم المتحدة عن أي دور في الصراع العربي الصهيوني، بالرغم من أن هناك قرارات متخذة تحدثنا عنها في الفقرة السابقة مثل 242-338، لكن لم تنفذ أو استبعدت هذه المنظمة نتيجة لتحقيق مصالح الكيان الصهيوني أو مصالح الأمم المتحدة. النمط الثاني هو النمط الافتعالي، ويعني إقحام منظمة الأمم المتحدة ولا سيما الجهاز الفعلي فيها اللي هو مجلس الأمن في أحداث معينة لا تتناسب ومع طبيعة الأزمة أو حجمها. والمثال على ذلك إقحام مجلس الأمن في ملف العلاقات السورية اللبنانية وسط استصدار قرار أدى لافتعال أو الغاية منه كان افتعال أزمة بين البلدين الشقيقين كالقرار 1680 للعام 2006. نعم. النمط الثالث هو نمط المشاركة المحسوبة. في هذا النمط يتحدد دور منظمة الأمم المتحدة في حجم ما يتوفر من إرادة سياسية وبخاصة للولايات المتحدة الأمريكية والدول الدائمة العضوية اللي ذكرناها كالصين وفرنسا وروسيا والصين. وهنا المثال عليه التدخل في ليبيا في القرار كالقرار 1973 لعام 2011. طبعا من نص القرار، مثلا القرار 1860، مجلس الأمن مثلا يشجع الحكومة السورية بقوة على الاستجابة لمطالب الحكومة اللبنانية الداعي لترسيم الحدود، وهذا هو النمط الافتعالي لهذا القرار، أنه مشكلة بسيطة بين بلدين حولت لقضية موضوعية وجعلوا مجلس الأمن يتدخل بها
لتحقيق مصالح الولايات المتحدة. قضية خلاف. نعم. نعم. وهنا نذكر أنه تحول القضية من قضية إجرائية إلى موضوعية. نعم بهذا. بالنسبة لليبيا أيضا مجلس الأمن يقرر فرض حظر جميع على جميع الرحلات الجوية في المجال الجوي للجماهيري من أجل المساعدة في حماية المدنيين، وحقيقة كان لقضية لوكاربي وهي قضية ممكن تكون قانونية كمان لتحقيق مصالح الولايات المتحدة. إذن هذه الأنماط الثلاثة هي يعني التي استخدمتها. نحن هون أنماط في ثلاث أنماط، يعني أنا بهمني كمان كلمة نمط. كثير من أحبة الطلبة بيستفسروا إنه شو المقصود في النمط. هو النمط وسيلة أو أسلوب، للوصول إلى هدف معين. فأنا بدي بسطهم يعني بشكل لحتى يفهموهم أكثر أحبتنا الطلبة، إنه النمط الاستبعادي استبعاد هاي المنظمة، نستبعدك من روح ما بناخذك معنا. صحيح. هذا الأمر مهم جدا. صحيح. إذا استبعدوا هذه المنظمة استبعادها، ولكن في مصالح، في مصالح. نعم. الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني الإرهابي. صحيح. كاستبعادوا في الصراع العربي الصهيوني، كيف الاستبعاد كان؟ مثلا اتفاقيات كام ديفيد، اتفاقيات أوسلو، هذه عربة تم توقيعها وإجراء انعزموا، اندعوا دعوة الأمين ليحضر، لكن بنود الاتفاق كان كله خارج إطار منظمة الأمم المتحدة. حتى لا يتم إلزام الكيان الصهيوني لاحقا في تنفيذ هذه القرارات. نعم. يعني هو النمط الافتحالي هو إقحام، يعني حدا ما بده يشتغل هالشغلة أو شغلة بعيدة أو مو شغلته فبتدفشوا عليها، لكن يوجد مصالح فبده يشتغل بهالشغلة. مثل ما أقحموا المنظمة في العلاقات السورية لإصدار القرار 1680 لعام 2006. أما النمط المشاركة المحسوبة، يعني هم يشاركوا الأمم المتحدة وهم يعملوا يحققوا مصالحهم تحت راية الأمم المتحدة، والهدف من مشاركة الأمم المتحدة كمشاركة محسوبة أن يحققوا أهدافهم. مثل ما بدأ أمريكا أولا والدمى دائمة العضوية، ثانيا مثل التدخل في ليبيا. الآن التدخل في ليبيا حتى يعني مسألة كتير معقدة، والهدف من الأساسي هو سرقة نفط ليبيا وثروات ليبيا. هذه الأسباب أدت إلى ضعف فعالية الأمم المتحدة في تحقيق أهدافها. نعم. وأيضا عدم التزام الكيان الصهيوني الإرهابي في تنفيذ القرارات الشرعية الدولية. نعم. واللي منهم استخدام حق نقض الفيتو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لصالح هذا الكيان. شو أستاذ مجيب، أستاذ فادي، يعني نحن حكينا بأنه هالمنظمة نوجدت، ولكن في آثار كثير 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 كبيرة على عمل هذه المنظمة. نحن نوضح أنه الآن بدنا نصلح هاي المنظمة. ليش ضروري أو ما هي الأسباب التي تجعل من الضروري إصلاح منظمة الأمم المتحدة؟ إذن نتيجة عدم قدرة الولايات المتحدة الأمريكية، عدم قدرة الأمم المتحدة على تحقيق أهدافها، فطرحت عدة مقترحات لإصلاحها. فهناك أسباب لطرح هذه المقترحات، منها تأسست منظمة الأمم المتحدة عام 1945، من 45 إلى الآن 75 عام، فهذه مدة زمنية طويلة ولم يتم تغيير شيء جوهري بميثاقها. فبتحتاج هذه المدة الزمنية تحتاج إلى تعديل ميثاقها. كذلك في خلال هذه الفترة أصبح هناك تسارع كبير وتطور كبير على المستوى التقني والمعلوماتي وعلى مستوى عولمة العالم، يعني محاولة عولمة العالم. كذلك أصبح هناك متغيرات، طرأت متغيرات دولية، تغيرت القوى الدولية الموجودة، تغير شكل العلاقات الدولية، أصبح هناك قوى فاعلة غير الدول في العلاقات الدولية كمنظمات، نشأت منظمات جديدة ونشأت عوامل جديدة تؤثر في السياسة الدولية. كذلك من أهم الأسباب التي داعية لإصلاح منظمة الأمم المتحدة هي عدم قدرة الأمم المتحدة على وضع ميثاقها موضع التنفيذ، وخصوصا فيما يتعلق بحفظ الأمن والسلم الدوليين. لذلك نشأت عدة اقتراحات بهدف تطوير هذه المنظمة. شكرا. يعني في أسباب ضرورية تجعل من الضروري أن نصلح هذه المنظمة، فظهر كثير من المقترحات لإصلاح هذه المنظمة. فظهر أنه أهم الأسباب أنه لم يضع ميثاقها موضع التنفيذ الفعلي والكامل في الأمر. مرور مدة زمنية على إبرام هذا الميثاق 75 عام، العالم، التطور التقني والتكنولوجي والعلمي، المتغيرات الدولية كلها من الضروري أن نصلحها.
الآن أستاذ نجيب ظهر مقترحات، يعني هوني مقترح أنه نحن بدنا نصلح، يعني مثل إبداء رأي فقط، وأهم هذه المقترحات في إصلاح يعني المجلس الأمن، الجمعية العامة، العلاقات مع المنظمات الإقليمية، إصلاح مجلس الأمن، يعني مقترحات شو لازم نصلح مجلس الأمن؟ كما ذكرنا أن السلطة الفعلية تتمثل في مجلس الأمن، نعم، والخلل أيضا في هذا المجلس، في هذا المجلس، لذلك إصلاح مجلس الأمن الدولي كانت الغاية بهدف جعله أكثر تمثيلا وشفافية من خلال أمرين، نعم، عنا نحن العضوية وحق نقض الفيتو. توسيع القاعدة العضوية اقترحت أشكال عدة إلى جانب العضوية الذي يمثلها المجلس الحالي. نحن نعلم العضوية 5 دائمين و10 غير دائمين. العضوية المقترحة بدل الحالية كأن تكون عضوية دائمة بدون حق نقض، يعني دول يكون لديها العضوية لكن حق النقض الفيتو غير موجود. عضوية شبه دائمة حيث تمنح بعض الدول مقاعد لفترة زمنية أطول من العضوية الحالية اللي هي 2 سنين، المقترح أنه 4 أو 5 سنوات. عضوية بالتناوب، تبادل المقاعد المخصصة لهذا النوع بين عدد من الدول دون أن يكون هناك حاجة للانتخاب بحسب مثلا الترتيب الأبجدي لأسماء هذه الدول. لدينا نوع آخر أو مقترح آخر، عضوية ممتدة وتعني السماح للدول غير دائمة العضوية بإعادة أن ترشح نفسها. بالعضوية الحالية لا يمكن أن ترشح نفسها. هاي فيما يخص قاعدة العضوية. الاتجاه الثاني في الأصح هو فيما يخص حق النقض الفيتو، تم التركيز فيه على 3 اتجاهات. الاتجاه الأول نادى بإلغاء حق النقض والبحث عن صيغة جديدة. لماذا؟ لأن حقيقة هذا الحق يتناقض مع مبادئ الأمم المتحدة اللي هي المبدأ المساواة في السيادة، ومع قيم أيضا العدالة ومبدأ الديمقراطية. يعني أنا أعطي هذا الحق فقط لهذه 5 دول وأحرم الدول الأخرى من هذا الحق. الاتجاه الثاني طالب بوضع قيود على استخدام هذا الحق أو حق النقد الدولي. الاتجاه الحالي أو التصويت الحالي يكفي أن تعترض دولة واحدة فيصبح القرار لاغيا، لكن هنا الاتجاه الثاني يقول بأن اعتراض دولتين دائمتين على مشروع القرار لكي يصبح حائلا دون صدوره. أما الاتجاه الثالث طالب بأن يقتصر حق النقض الفيتو على القرارات المتخذة في إطار الفصل 7، وهنا نعود الفصل 7 إلى المادة اللي هي 42 الذي يحق لمجلس الأمن استخدام القوة العسكرية. فهذا الاتجاه يرى أنه فقط يجب أن نستخدم حق النقض الفيتو في حال أنه نستخدم القوة العسكرية أم لا. هذه المقترحات الثلاثة فيما يخص مجلس الأمن الدولي. يعني في مقترحات لم أصلح، في 3 كلمات كتير مرتبين بهدف جعل هذا المجلس أكثر تمثيلا، نعم، يعني يكون في ممثلين للدول أكثر من 15 الدول الموجودين فيه، وأكثر كفاءة، يعني هون الكفاءة كفو، نعم، أن يكون قد المواقف الدولية وكفاءة، هون الهدف أن يكون لديه الكفاءة في حفظ السلم والأمن الدوليين، ليس يعني العمل على تشجيع الحروب أو القتل أو تشجيع الإرهابيين وغير ذلك، وأن يكون شفافية، أن يكون واضح، أن يكون واضح في عمله. يعني هالثلاث كلمات كتير مهمين في اقتراح مجلس الأمن. طبعا حكيت حضرتك في توسيع قاعدة العضوية أنه عضوية دائمة بدون حق نقض، عضوية شبه دائمة، عضوية ممتدة، وعضوية بالتناوب. أما إعادة النظر في حق نقض الفيتو، يعني الاتجاه أهم أكثر الاتجاهات حماسا هو أن يلغي حق النقض، لأنه يعني دولة يحق لها ودولة لا يحق، إذن هو لا يحقق لا قيم عدالي ولا ديمقراطية ولا مساواة بين الدول. الاتجاه الثاني كان أقل شوي، قال إنه نحن يعني إذا اعترضوا دولتين حتى يصبح حائل، يصبح مانع دون صدور هذا القرار. أما الاتجاه دون إيقاف، إيقاف تنفيذ بعض القرارات، نعم. أما الاتجاه الثالث فهو تحت الفصل 7. أستاذ فادي، يعني نحن حكينا عن تصلاح مجلس الأمن، لكن هلأ شو المقترحات أو الاتجاهات لإصلاح المجلس الاقتصادي والاجتماعي؟ طبعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو مجلس أنشئ لتشجيع التعاون بين دول العالم في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ويدفع التنمية الاقتصادية بين دول العالم قدما. طبعا هذا المجلس طرحت 3 اتجاهات
لإصلاحه. فالاتجاه الأول طالب بتقليص عدد أعضاء المجلس من 54 ليكون يكون العدد أقل، حيث يتسنى لهذا المجلس المناقشة الجدية والفاعلة لقراراته. فقد اعتبر أن عدد 54 عدد كبير لا يساعد على المناقشة الفاعلة لهذه القرارات. أما الاتجاه الثاني طالب بتحويله إلى مجلس، إلى جهاز عام تمثل فيه جميع الدول أعضاء في منظمة الأمم المتحدة، كالجمعية العامة على سبيل المثال. جميع أعضاء بالأمم المتحدة هم أعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكل دولة صوت واحد. فطالب بتحويله إلى جهاز عام مثل على سبيل الجمعية العامة. الاتجاه الثالث الذي طال إصلاح مجلس الاقتصاد والاجتماعي هو طال تم المطالبة بتحويله إلى مجلس أمن، إلى مجلس أمن اقتصادي يتمتع بصلاحيات مجلس الأمن الحالي في الأمور الاقتصادية والاجتماعية. يعني أن يكون عدد أعضاء أقل ويعطى القوة الإجرائية لتنفيذ قراراته، كما تم أعطاء مجلس الأمن الحالي القوة الإجرائية لتنفيذ قراراته وقوة الإلزامية لإلزام الدول بتنفيذ قراراته. إذن تتلخص الاقتراحات التي طالت إصلاح مجلس الاقتصادي والاجتماعي بتقليص الاقتراح الأول بتقليص عدد الأعضاء، الاقتراح الثاني بالتوسيعه يعني لجهاز عام، والاقتراح الثالث بتحويله إلى مجلس أمن اقتصادي واجتماعي. يعني هو الهدف من مقترحات الإصلاح أن يصبح هذا المجلس أكثر فعالية ويحقق المساواة والعدالة وحفظ السلم والأمن الدوليين بين الدول، بين دول كل العالم. هلأ الاتجاه الأول تقليص ونخفف عددهم اللي كانوا 54 موجودين حاليا 54 دولة، ليتسنى ليصبح قادر هذا المجلس على اتخاذ القرارات الفعالة. بدنا شيء كتير مرتب من قبل هذا المجلس. أما اتجاه ثاني قال لا، خلي كل الدول تجتمع وتقرر اللي هني بالدنيا. أما في اتجاه يعني هذا ممكن يكون في خفايا من وراء هذا الاتجاه، أنه نعمله مجلس أمن اقتصادي مثل مجلس الأمن الدولي، بس مجلس الأمن الدولي فيه خمس دول مسيطرين عليه، إذا بنرجع كمان على نفس القضية. ولكن هون ممكن يكون مقترح مجلس أمن اقتصادي هو يحقق القضايا الاقتصادية والاجتماعية لدول العالم بما يحقق الواقع الأفضل لجميع دول العالم. أستاذ مجيب، يعني نحن بقي بهذا الدرس هو إصلاح العلاقة مع المنظمات الإقليمية يعني لما بتجتمع مثلا جامعة الدول العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي، الوحدة الأفريقية، بتشارك منظمة الأمم، ولكن مشاركتها أنه نتحدث كيف لازم تكون العلاقة مع حقيقة هناك تغييب ربما لهذه المنظمات. المقصود في إصلاح العلاقة مع المنظمات الإقليمية من خلال إيجاد صيغة لإشراكها في الجهود الرامية لتحقيق الأمن والسلم الدولي، أيضا من خلال إعادة تقسيم العمل مع هذه المنظمات لإرساء عالم ديمقراطي في إدارة المجتمع الدولي. كأن نقول أن منظمة الأمم المتحدة هي منظمة دولية، وبالتالي هذه المنظمات الإقليمية يجب أن يكون لها دور في إطار نطاقها الإقليمي، وأن تكون عامل مساند أيضا لمنظمة الأمم المتحدة من أجل تحقيق أو إرساء الأمن والسلم الدولي. حقيقة بعد الإصلاح نحن لدينا سؤال، هل تم إصلاح مجلس الأمن؟ مجلس الأمن بوضعه الحالي بقي كما هو. لماذا؟ لتبقى سيطرة الدول الكبرى وخصوصا الدول الدائمة العضوية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. ماذا فيما يخص؟ يعني نحن هلأ نحن هون حكينا بدرس كتير متميز هو دور هذه المنظمة، أثر هذه المتغيرات الدولية والإقليمية في عمل منظمة الأمم المتحدة انعكس عليها سلبا. يعني بدل ما تحقق السلم والأمن الدوليين أصبح في كثير من القضايا تعطي الريبة، وبدأت الدول تبحث عن تحالفات خارج إطار منظمة الأمم المتحدة. فقدوا ثقتهم بهذه المنظمة، بدأوا يبحثوا عن ترتيبات لحل خلافات خارج إطار هذه المنظمة نتيجة ظهور نظام التحالفات بين، ولهذا ظهرت حركة الانحياز، الحلف الأطلسي وحلف وارسو. يعني أستاذ فادي، بالدرس الأول نحن حكينا عن هذه المتغيرات، الآن بهذا الدرس رح نتعرف دور كل يعني كل جهاز من هذه الأجهزة
في حفظ السلم والأمن الدوليين. شو كيف بيشتغل، كيف بيعمل، يعني دور مجلس الأمن شو بيعمل مجلس الأمن بالبداية لنوصل على أنه كيف ممكن يحل الخلافات الدولية. دور يعني نبحث بدور المنظمة بداية، دور منظمة الأمم المتحدة في تحقيق السلام، نشرح هاي الصفحة بأول درس. يعني أنا دائما منركز على هاي الصفحة اللي موجودة بداية الدرس لأن نوضح لأحبتنا الطلبي عنوان هذا الدرس. تفضل. طبعا الذين أنشأوا الأمم المتحدة اعتبروا أن الحروب تتولد فعل عقول البشر، إذن هي ثقافة، ثقافة الحرب مقابل ثقافة السلم، يعني ممكن أن نحل نزاعاتنا بالطرق السلمية وممكن أن نحلها بالوسائل العنف والعسكرية. لذلك هنا تسعى كون إذن الحرب هي ثقافة والسلم هي ثقافة، فمنظمة الأمم المتحدة تحاول تحقيق السلم والأمن الدوليين من خلال نشر ثقافة السلام بدل ثقافة الحرب، وحل الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية وعن طريق التعاون والطرق السلمية بدل عن طريق الوسائل العسكرية. في هذا الدرس ممكن أن نمر على دور الأمم المتحدة في عالج الأزمات الدولية، ونتعرف أهمية ثقافة السلام وأهمية منع انتشار الأسلحة والتقليل من عمليات التسلح على العالم. طبعا هنا الأمم المتحدة في ميثاقها طالبت الأمم المتحدة طالبت دول العالم الذي ينشأ بينهم نزاع أن يحلوها بالطرق السلمية، يبدأوا بالطرق السلمية من خلال المفاوضات أو التحقيق، إرسال لجنة التحقيق لتقصي الحقائق على سبيل المثال، الوساطة أن تقوم بدولة سلسة أو منظمة أخرى في الوساطة بين الدولتين، أو التوفيق لوصول لحل وسط، أو التحكيم وجود لجنة تحكيم في الموقف المتنازع عليه، والتسوية القضائية عرضهم على لجنة قضائية أو محكمة قضائية للبت بالنزاع بالطرق السلمية، أو أن يلجوا إلى الوكالات أو التنظيمات الإقليمية والدولية لتقوم بحل النزاع والمشاركة بحل النزاع بالطرق السلمية. طبعا هنا كمان كذلك يدعو مجلس الأمن إلى أطراف النزاع، دائما ممكن أن يدعو، إذا هذه المبادئ الموجودة بالميثاق الأمم المتحدة، وممكن لمجلس الأمن أن يدعو الأطراف أحيانا في حالات خاصة إلى أن يحلوا مشاكلهم أو نزاع بينهم بالطرق السلمية. يعني نحن حنعرف شو هو دور مجلس الأمن، شو دور الجمعية العامة، شو دور محكمة العدل الدولية، وأهمية ثقافة السلام. يعني هناخد استراحة ونتابع. أحبتنا استراحة قصيرة ونتابع معكم ندوتنا، ابقوا معنا. أحبتنا طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوية العامة العلمي والأدبي والثانوية المهنية الصناعية والتجارية والنسوية وأيضا الثانوية الشرعية، نتابع معكم ندوتنا حول الوحدة الثالثة من كتاب مادة التربية الوطنية المتغيرات الدولية وأثرها في عمل منظمة الأمم المتحدة. أستاذ مجيب، نحن حكينا عن إنه دور المنظمة هي هدفها إرساء الأجهزة اللي فيها ميثاق هذه المنظمة وحفظ الأمن الجماعي وحفظ السلم والأمن الدوليين، ومثلا مجلس الأمن دوره كيف ممكن يعمل لحفظ السلم رغم أنه هو يعني مهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية، لكن شو دوره في حفظ السلم والأمن الدولي؟ كما منحه ميثاق الأمم المتحدة. نعم. طبعا ميثاق الأمم المتحدة أرسى نظام للأمن الجماعي يقوم على أساس حفظ السلام والأمن الدولي.
لتحقيق ذلك اعتمد على مجموعة من الأجهزة على رأسها مجلس الأمن. مجلس الأمن كما ذكرنا يتألف من 5 دول دائمة العضوية اللي هي فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية. هذا المجلس يحتل مكان الريادي في نظام المحافظة على الأمن والسلم الدوليين، إذ منحه ميثاق الأمم المتحدة مجموعة من الوسائل والسلطات واتخاذ الإجراءات العقابية لردع الدول المخلة في الأمن، وذلك في حالتين. الحالة الأولى عندما يرى هذا المجلس أن استمرار النزاع بين طرفين أو عدة أطراف ممكن أن يعرض السلم الدولي للخطر. الحالة الثانية عندما يعرض نزاع بين دولتين أو بين طرفين برضا طبعا الفرقاء المتخاصمين أو بناء على شكوى من أحد الأطراف، أحد الدول طبعا، سواء كان هذا الصراع يعرض الأمن الدولي للخطر أم لا. إذا مجلس الأمن كما ذكرنا بيتدخل بهذه الحالتين ويتخذ مجموعة من الإجراءات أو الطرق في حل النزاعات. في البداية يقوم بدعوة الأطراف المتنازعة إلى حل الخلافات بينها بالطرق التي ذكر الأستاذ فادي في مقدمة الدرس، اللي هي المفاوضة، تحقيق الوساطة. فإذا أخفقت هذه الأطراف في حل خلافاتها وجب عليها عرضها على المجلس الذي له أن يوصي بما يراه مناسبا لحلها. قرارات المجلس هنا ما هي التوصيات لأطراف النزاع يمكن يأخذوا بها أو لا؟ إلا أنه في حال استمرار النزاع وأدى إلى تهديد السلم والأمن الدوليين، هنا على المجلس أو على مجلس الأمن أن يتدخل. كيف يتدخل؟ أو من حقه أن يتدخل أو يقرر ما يراه من مناسبا من الوسائل الجزائية. الوسائل الجزائية لدينا وفق المادة، إذا نرجع كمان نضبط معلوماتنا بالدرس السابق، اللي هي المادة 41، اللي هي مثل قطع العلاقات الدبلوماسية، الطرد من منظمة الأمم المتحدة، أو الحظر الاقتصادي. كما يجوز للمجلس استخدام القوة العسكرية إذا رأت أن التدابير السابقة لا تفي في الغرض، وهذا وفق المادة 42 أو الفصل السابع، وتكون قراراته ملزمة لأطراف النزاع وغيرها من الدول في الهيئة الدولية. ورغبة في تكون العمل الذي تقوم به المنظمة المتحدة سريعا وفعالا، عهدوا إلى مجلس الأمن هذه المهمة، لأن منظمة الأمم المتحدة تتكون من عدة دول، ولكن عندما يكون مجلس الأمن في هذه الصورة المصغرة 15 عضو، 5 دائمين و10 غير دائمين، ممكن أن تكون قراراته سريعة وفعالة. بهذه الآلية إذن يتدخل مجلس الأمن في حل النزاعات والصراعات بين دول العالم. يعني المجلس الأمن دائم الانعقاد، بأي لحظة ممكن أن يعقد هذا المجلس. لا يوجد له دور، هو يحتل مكان الريادة في المحافظة على السلم والأمن الدوليين. نعم. لكن كثير من قرارات هذا المجلس نتيجة استخدام حق النقض الفيتو أو نتيجة عدم تطبيق هذه القرارات تصبح نتيجة هيمنة الدول الاستعمارية على هذا المجلس وعلى هذه المنظمة أضعف هذا المجلس. صحيح. لا، هو ينظر في أي موضوع عندما يرى هو أعضاء هذا المجلس أنه الخلافات الدولية تهدد السلم والأمن الدوليين، الخلاف بين أي دولتين، إذا رأى أنه أحد الدولتين المتخاصمتين اشتكت لمجلس الأمن أو أي دولة نوهت إلى مجلس الأمن بطلب منا أنه أن تنظر في هذا الخلاف بين هذه الدولتين، فبينعقد مجلس الأمن. في البداية يدعو الأطراف للمفاوضات، بيبعثوا مندوب، بيرسلوا مندوب، وساطة تحقيق. إذا شافوا كل هذه الإجراءات البدائية لم تعطي النتيجة يعودوا إلى مجلس الأمن يوصي. هذه التوصية هي عبارة عن بيان أو شيء صادر، هو ليس قرار. نعم. هذا البيان توصي، من حق الدول أن تأخذ بها أو لا. لكن إذا استمر الصراع وأصبح في واقع أفضل، يتخذ المجلس العقوبات الجزائية، قطع العلاقات الدبلوماسية، الطرد من المنظمة، استخدام القوة العسكرية. ولكن عندما يصدر قرار ويأخذ هذا الرقم القرار ويتم الموافقة على القرار، يكون ملزم لأطراف النزاع والدول الأخرى، كل الدول المنتسبة. نعم. إلى منظمة الأمم المتحدة. أستاذ فادي، يعني نحن حكينا عن دور منظمة، دور مجلس الأمن في حل الخلافات الدولية، لكن الآن بدنا نحكي عن دور الجمعية العامة. ماذا تعمل الجمعية العامة لمنظمة الأمم
المتحدة. طبعا الجمعية العامة هي أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية التي جميع أعضاء الأمم المتحدة ممثلة فيه. طبعا أتاح لها الميثاق أن تأخذ دورها كذلك في حفظ الأمن والسلم الدوليين. فقط أتاح لها أن توصي باتخاذ تدابير سلمية في أي قضية أو موقف مهما كان منشئه، في حال رأت أن هذا الموقف يعرض رفاهية العامة للشعوب للخطر وكذلك يعكر صفو العلاقات الودية بين شعوب العالم. ولكن منعها الميثاق من أن تقدم توصيات إذا كانت هذه القضية معروضة على مجلس الأمن، إلا في حالات معينة، مثلا إذا طلب منها مجلس الأمن هو ذلك ممكنها أن تتدخل في هذه القضية، أو في حال أخفاقه هو بحل هذه المشكلة أو النزاع فتحل عند ذلك مكان مجلس الأمن بحل هذا النزاع. وعندما تحل في مكان مجلس الأمن في هذا النزاع فهي تتخذ إجراءات منها عند عقد جلسات طارئة خلال 24 ساعة، وكذلك إنشاء لجان لمراقبة المواقف والنزاعات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين. طبعا الجمعية العامة للأمم المتحدة أتاح لها الميثاق أن تعطي توصيات للدول الأعضاء، وهي توصيات غير ملزمة، يعني يمكن للدول الأعضاء أن تلتزم فيها ويمكن أو لا تلتزم، إذن هي توصيات غير ملزمة للدول الأعضاء. طيب كتير ممتاز هذا الكلام، يعني شوف في شيء بالكتاب كلام جميل اللي بيقرأ الطالب وبيفهم هذا الكلام، يعني يفكر بالكلام بيلاقي كلام ممتع. قال أتاح لها الميثاق أن توصي بأي موقف يضر بالرفاهية العامة للشعوب، يعني أي موقف دولي يضر بالرفاهية الشعوب يمكن أن تنظر فيه، أو يعكر صفو العلاقات الودية بين الأمم. يعني الهدف الأسمى للأمم المتحدة هو أن يكون في سلم وأمن دوليين، لكن ما بحق لها تنظر. وطبعا هي بتوصي فقط، توصيات تقدم. الآن أي مسألة معروضة على مجلس الأمن لا يحق لها إلا في حالتين، إذا طلب منها مجلس الأمن أو أخفق مجلس الأمن تحال، يعني بتجتمع الجمعية العامة خلال 24 ساعة وبتصدر قرارات، لكن قراراتها ما هي إلا توصيات لا تحمل طابع الإلزام. أستاذ مجيب، يعني محكمة العدل الدولي. محكمة العدل هي الجهاز القضائي الأساسي للمنظمة. تتولى، ما هي مهمة هذه المحكمة؟ هي الفصل في المنازعات الدولية ذات الطابع القانوني من تفسير أو تطبيق أحكام الاتفاقيات التي تثير النزاع، بالإضافة إلى إبداء رأي قانوني في أي مسألة في حال طلب منها مجلس الأمن أو الجمعية العامة. حقيقة نجحت هذه المحكمة في فصل بعض المنازعات الدولية، منها النزاع بين بريطانيا وفرنسا حول جزر من كويريز وإيكار يهوس. وفي هذه القضية كانت سيادة أو توصلت المحكمة بالإجماع بإجماع الأصوات إلى أن السيادة على جزيرات وصخور مجموعتين من كويريز وإيكار يهوس تعود لبريطانيا. طبعا محكمة العدل الدولية هي مقر لاهاي، وهي يعني خارج الولايات المتحدة الأمريكية معلومة، وبإضافة أيضا تتألف من 15 قاضيا يتم انتخابهم أيضا من قبل الجمعية العامة وفي مجلس الأمن، مع مراعاة أيضا التوزع الجغرافي. وكل قاضي من دولة، لا يجوز أن يكون قاضيان من دولة واحدة، حتى إذا كان القضية الدولية يعني هي اللي رافع القضية ما بحق الله يكون قاضي منها، وإذا دولة ما عندها قاضي ممكن فيها تحط قاضي متمم. أي بالنسبة لمحكمة العدل الدولية، يعني محكمة العدل الدولية هي محكمة لحل الخلافات الدولية، تنظر وتبت لفصل في المنازعات الدولية، لكن ممكن كمان أن تبدي رأيها في أي اتفاقية قانونية، في أي قانون، لكن قانونية ومعلى دائما كمان لا تجتمع أو تتشكل على إلا إذا طلب منها مجلس الأمن أو الجمعية العامة ذلك، فتشكل لجنة وتأخذ، ومثل ما حلت الخلاف بين فرنسا وبريطانيا على الجزر. الآن يعني أستاذ فادي، نحن حكينا عن كل قضايا عمل منظمة وآثار الصراعات الدولية وهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية والنظام الرأسمالي على عمل هذه المنظمة، لكن لماذا مهمة ثقافة السلام؟ ما أهمية ثقافة
السلام. إذا إنشاء منظمة الأمم المتحدة هو التحول من الحرب إلى السلام بعد حربين عالميتين نتجت عن دمار وحروب وكوارث للعالم، فهي نقطة تحول إلى ثقافة السلام. ثقافة السلام هذه مهمة لأنها تقوم على حل مشاكل العالم من خلال مبادئ الحرية والعدل والتسامح والتضامن بين شعوب العالم، كذلك تقوم على مبادئ الاعتراف الحكم متساوية للمرأة للرجل، والحل المسائل حل المشاكل والأزمات بعيدا عن العنف وتنبس ثقافة العنف والتمييز العنصري، كذلك تقوم على طريق حل النزاعات بالطرق السلمية كالوساطة والتحكيم والمفاوضات. طبعا بناء هذه الثقافة يحتاج إلى عمل تربوي واجتماعي وثقافي، إذا هو يبدأ من مبكرا وينمو مع الأجيال عن طريق غرس ثقافة السلام في أذهان وعقول البشر، فهذا ما يمنع من قيام وأشعال الحروب. طبعا أنت تبني البشر لثقافة السلام يحتاج إلى متطلبات، لتنميته، منها تشجيع تسوية النزاعات بين الدول بالطرق السلمية عن طريق الاحترام المتبادل والتعاون على الصعيد الدولي بين جميع شعوب العالم، كذلك تعزيز المؤسسات الديمقراطية والمشاركة الكاملة في عملية التنمية، القضاء على الفقر والأمية وتقليل الفوارق داخل الأمم وفيما بينها العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حرية تدفق المعلومات والسماح لحرية الوصول إلى هذه المعلومات، زيادة الشفافية والمساءلة في شؤون الحكم، القضاء على جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري، كفالة الأمم بحق تقرير مصيرها. كل هذا ممكن أن نشر ثقافة السلام ممكن أن يرتد بإيجابية وبفوائد ومنافع على البشرية. فمثلا هناك الكثير من الأموال التي تصرف على التسلح والحروب، كان ممكن لهذه الأموال والموارد التي تصرف على الحروب والنزاعات أن تصرف على التنمية وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يخفف من الفقر والأمية وتقليل الفوارق بين الأمم وزيادة العدالة وحل الكثير من مشاكل العالم. كثير ممتاز، شكرا استاذ فادي. يعني كثير مهم اهميه ثقافه السلام، وركزت على عباره ترتبط ثقافه السلام بقضيه مهمه جدا، القضاء على الفقر صحيح. والقضاء على الاميه وتقليل فارق داخل الامه ومع الامم. يعني كلامك يعني انه تعيش الامم والشعوب في واقع لا اضطهاد لهم، لا سرقه للثروات، لا التعاون بدل الصراع يصبح هناك تعاون. فثقافة السلام يجب أن تبنى في عقول البشر، أن تبنى في كل قضايا خلافية، لأن حل هذه الخلافات بالطرق السلمية وليس بالصراع والحرب. شكرا لكم زملاء. يعني نحن حكينا درسين على غاية من الأهمية حول منظمة الأمم المتحدة، لكن أنا درس هو مصطلح حديث، ما هو عالم الشمال وما هو عالم الجنوب. أستاذ مجيب، يعني هذا المصطلح حاطين خريطة نحن للعالم في بداية الكتاب، أن نوضح لأحبتنا الطلبة ما المقصود في هذا اللون الأحمر واللون الأزرق اللي موجود، ما هو عالم الشمال وما هو عالم الجنوب؟ نعم، إذن في عالم الشمال والجنوب نحن كسكان الكرة الأرضية نتطلع إلى عالم تتحقق فيه العدالة والحياة الكريمة، لا فجوة، لا أن يكون هناك فجوة فارق بين عالم متقدم وعالم غير متقدم. طبعا في هذا الدرس سوف نتعرف على مفهوم عالم الشمال والجنوب، ونبين أسباب تقسيم العالم إلى شمال وجنوب، ونوضح السمات التي يتسم بها عالم الشمال والسمات التي يتسم بها عالم الجنوب، ونبين العلاقة بينهما ونستنتج كيف نقلص الفارق بينهما. في الخارطة نلاحظ أن هناك الأغلبية من سكان الكرة الأرضية ينتمون إلى عالم الجنوب الفقير، فكما يقول أحد الأمناء العامين للأمم المتحدة، هناك الملايين الذين لا يملكون طرف الاتصال الهاتفي أو سمن رشفة ماء غير ملوث. هؤلاء وفق الخارطة ينتمون إلى عالم الجنوب، هذا العالم الذي حظي بتسميات عديدة، بلاد نامية، عالم ثالث، عالم متخلف. فبالتالي أيضا عالم الشمال اللي هو وفق هذه الخريطة وفق التقسيم هو العالم الغني المتمدن المتحضر، الذي طبعا تاريخيا
كانت منه الدول الاستعمارية والتي استعمرت دول الجنوب ونهبت ثرواتها وربطت هذه الدول بروابط التبعية والهيمنة فأدت إلى إفقارها واستغلالها من قبل العالم المتطور. يعني أشكرك لتوضيح مسألة مهمة جدا، أنهما مصطلحين سياسيين. نعم. مصطلح عالم الشمال ومصطلح هو ليس تقسيم جغرافي للعالم، يعني نحن ما رح نعمل خط مستقيم هذه دول الشمال وهذه دول الجنوب، لا هناك يعني حسب الخريطة اللي نحن عارضينها انه هناك هناك دول في الشمال هي متخلفة وهناك دول في الجنوب هي متقدمة من حيث التطور الاقتصادي والصناعي ووضع الاقتصادي أفضل. إذن سموا حالا هني عالم الشمال والدول الدول الجنوب هي دول تعمل على تطوير واقع من خلال التنمية الشاملة، من خلال تطوير التعليم، إيجاد خطوات لواقع أفضل. إذن نحن أمام مصطلحين، مصطلح عالم الشمال ومصطلح عالم الجنوب، تجاوز هذين المصطلحين التصنيف الجغرافي أو التحديد الجغرافي للعالم. أستاذ فادي، يعني ما مفهوم عالم الشمال وعالم الجنوب والأسباب التي أدت إلى نشوء عالم الشمال وعالم الجنوب؟ إذن يشير مفهوم عالم الشمال وعالم الجنوب أن هناك عالم في الشمال الجغرافي وعالم على الخريطة وعالم في الجنوب، إذن يشير ظاهريا أن هناك أن هذا التقسيم بافي أو التقسيم بالاتجاهات على سطح الأرض، التقسيم الجغرافي. نعم. هذا بالظاهر، ولكن بالحقيقة والجوهر هو يتجاوز التحديد الجغرافي. نعم. وهو تصنيف سياسي واقتصادي واجتماعي عملت القوى الاستعمارية على تكريسه خدمة لمصالحها وأهدافها. طبعا استغلت جملة من الأسباب لتكريس هذا التقسيم، منها عندما العثمانيين قطعوا الطريق الحضاري بين أوروبا وآسيا الشرقية، كذلك انطلاق الكشوف الجغرافية من أوروبا باتجاه الشمال والجنوب التي ولدت ظاهرة الاستعمار، حيث دام الاستعمار من نهاية القرن الخامس عشر إلى منتصف القرن العشرين. السيطرة الاستعمارية لم تخرج من هذه البلدان إلا بعد أن ربطت هذه البلدان بروابط التبعية الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها على هذه الدول. فإذا السيطرة الاستعمارية وروابط التبعية أدى إلى إعاقة تطور هذه الدول في الدول في الجنوب، وعمقت الانقسام بين ما يسمى عالم الشمال الذي يمثل أوروبا وشمال آسيا وأمريكا الشمالية، وبين طبعا هذه الدول عالم الشمال اتصفت بمجموعة من الصفات، منها هي مجموعة الدول الغنية المتقدمة صناعيا وعلميا، وبين عالم الجنوب الذي يمثل أفريقيا وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية والتي هي الدول الفقيرة والمتخلفة والتي أخذت عدة أسماء منها البلدان المتخلفة أو النامية أو بلدان عالم الثالث. إذن هو مصطلح قد يبدو بأنه مصطلح جغرافي، ولكن هو بالحقيقة مصطلح عالم الشمال وعالم الجنوب، هي مصطلحات أرادت تقسيم العالم على أساس سياسي واقتصادي واجتماعي خدمة لمصالح الدول الاستعمارية. نعم، يعني نحن بالكتاب موضحين كمان بخريطة في داخل مفهوم عالم الشمال وعالم الجنوب، يعني إذا من نعرضها نحن على الشاشة بنشوف أنه هذا الخط اللي مرسوم على خريطة العالم هو لا يعطي خط مستقيم. تمام، حتى نرى يعني الخريطة التي قدمها المستشار الألماني عام 1970. تمام. أنه هذا الخط لا يقسم العالم حقيقة. نعم. إلى شمال وجنوب، لا يقسم العالم، ولكن يقسم حسب مصالح الدول العالم والشمال بما يريد. فإذا الأسباب اللي أدت إلى خلق واقع هذا الواقع هو قطع العثمانيين الطريق الحضاري بين أوروبا وآسيا الشرقية الذي هو طريق الحرير، الكشوف الجغرافي التي صارت ولدت واقع جديد الاستعمار، والسيطرة الاستعمارية منذ القرن الخامس عشر حتى منتصف القرن العشرين أوجد، وبعد أن تحررت الدول من هذه الاستعمار وجدت روابط تبعية اقتصادية واجتماعية وثقافية وعسكرية. يعني الآن الدول اللي
متسلحة ودفعت مليارات المليارات أو تريليونات الدولارات على شراء الأسلحة، إذا يعني أي استخدام لهذه الأسلحة يجب أن يكون برعايتهم، إذا ما يعني برعاية الدول الاستعمارية، إذا ما زودوهم بقطع الغيار وبالذخائر لا يمكن استخدام هذه الأسلحة. إذن هذه الروابط اللي طبعا عمقت الانقسام بين عالم الشمال وعالم الجنوب. عالم الشمال اللي هني أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة صناعيا ومتطورة، أما عالم الجنوب يعني هي الدول الفقيرة اللي حظيت بمسميات عديدة وحتى الآن غير قادرة هذه الدول على تطوير واقع أو لم تجد مسار مميز لإله. يعني في كثير من الدول مثل ماليزيا أو سنغافورة قدروا يأخذوا اتجاه ونجحوا في هذا الاتجاه، لكن في الدول اللي مطموع فيها مثل كثير من الدول العربية غير قادرة هذه الدول العربية ولا بأي وسيلة أن تتحرر من هذه التبعية ورابط التبعية الاقتصادية والاجتماعية والعصرية من الدول المسيطرة عليها. يجب أن تبحث هذه الدول، ونحن بسوريا ننادي في الوحدة العربية، العمل القومي العربي الموحد تجاه القضايا المصيرية التي تخص الأمة العربية. شكرا أستاذ فادي. أستاذ مجيب، في شيء يميز عالم الشمال وعالم الجنوب، هناك سمات لعالم الشمال وعالم الجنوب، شو سماتهم؟ إذا حقيقة تتميز دول عالم الشمال بالرغم من تعدد واختلاف شعوبها ببعض السمات، كذلك عالم الجنوب. لنبدأ بعالم الجنوب. نلاحظ في معظم دول الجنوب عجز كمي ونوعي في غذاء السكان، يعني هذه الدول إنتاجها من الغذاء لا يكفي حاجاتها، أيضا ضعف في التصنيع، أيضا معظم صادرات هذه الدول تعتمد على موارد أولية زراعية ومعدنية بالإضافة إلى ثروات باطنية، ومستوى الدخل منخفض فيها بالإضافة إلى انتشار معدلات الأمية والبطالة أو نسبة الأمية والبطالة فيها مرتفعة في ظل نمو سكاني مرتفع. هذه مؤشرات التي أو السمات التي يتسم بها دول الجنوب، واللي هي كما ذكرنا بتعريفها أنه هي بلدان فقيرة التي حظيت بأسماء عديدة، منها المتخلفة أو عالم الثالث أو العالم النامي. بينما دول الشمال نلاحظ على العكس إنتاج زراعي متقدم، أمن غذائي في ظل نمو سكاني منخفض، بالإضافة إلى نهضة صناعية متطورة خاصة في التقنيات، كما نجد معدلات عالية في التنمية وأيضا ارتفاع في مستوى المعيشة والتعليم والبحث العلمي. لكن بالرغم من هذه الصفات هذه الدول دخلت مرحلة عالم الشيخوخة، هي في عكس دول الجنوب. يعني إذا أخذنا مثال مثلا بين دولة تنتمي إلى عالم الشمال ومن خلال عدد السكان مثلا مثل أمريكا، نرى معدل الخصوبة فيها 2.12، نسبة سكان المدن 77.44، معدل أمن الحياة 77.54. دولة مثلا مثل أنغولا معدل خصوبة 6.56 فيها، نسبة السكان المدن 34، معدل الحياة انخفض ل 46 سنة. يعني هي الإحصائية كمان نوه لها مسألة إنه وفق عام 2010 يعني قديم طبعا، ولكن نعم يعني نحن عم ناخذها هون إنه كدولة تنتمي إلى عالم الشمال ودولة تنتمي إلى عالم الجنوب. أيضا هناك في دول بعض الجنوب هناك ارتفاع لمستوى الدخل فيها، والمثال مثل دول الخليج العربي التي كالإمارات أو مثلا قطر إلى آخره، نتيجة وجود الثروات الباطنية فيها أو تصدير هذه الثروات. إذن هذه هي السمات التي تتسم بها الشمال والجنوب. يعني إذا قارنا بين عالم الشمال وعالم الجنوب، يعني هون عجز كمي في غذاء السكان، وهون نلاقي أمن غذائي، هون انخفاض مستوى دخل الفرد، هون ارتفاع مستوى دخل الفرد، هون بتعتمد على الصادرات الثروات الباطنية والمواد الأولية، هون صناعة متطورة كمان السكان نعم معدل مرتفع في نمو السكاني، معدل منخفض.
بالإضافة إلى هون ارتفاع الأمية والبطالة بدول الجنوب والبحث العلمي والتطور, في يعني هي مقارنة سريعة بين عالم الشمال, وعالم الجنوب. أستاذ فادي, بقي موضوع مهم هو أنه شو كيف ممكن نحن نوضح العلاقات بين دول عالم الشمال ودول عالم الجنوب, كيف كانت هي العلاقات بين عالم الشمال وعالم الجنوب؟ أستاذ بسام, ممكن أن نرى العلاقة بين الشمال والجنوب من خلال ثلاث نماذج لهذه العلاقة. فمثلا بدأ أولا النموذج الأول هو الحوار بين الشمال والجنوب الذي انطلق عام 1975, الذي كان محركه الأساسي هي حرب تشرين التحريرية, عندما قامت بعض الدول بقطع النفط عن بعض الدول الأوروبية. فبدأ فرأت الدول الأوروبية أن هناك تعارض مصالح بين دول الشمال والجنوب. فطبعا هنا بدأت مسيرة هذا الحوار بين الشمال والجنوب بين 19 دولة نامية و8 دول صناعية. وهنا تم اكتشف تبين أن هناك مجموعة من العقبات تعاني منها هذه الدول النامية, منها انخفاض لقيمة صادراتها, خصوصا أن أغلب صادراتها هي النفط أو مواد أولية غير مصنعة. كذلك تحول الطلب عن صادراتها, يعني كان بالسابق كان هناك طلب دولي عليه فانخفض هذا الطلب, فزادت من تفاقم مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية, عدم تنويع وسائل الانتاج, كذلك تصاعد الحماية الجمركية في البلدان المتطورة. يعني بدل الدول الفقيرة والدول النامية أن تقوم بتحسين اقتصادياتها عن طريق التصدير إلى الدول الغربية والأوروبية, نلاحظ أنها زادت الحماية الجمركية في الدول الغربية أمام هذه الموارد. أما النموذج الثاني فهو المجال المتوسطي, أي الدول المطلة على البحر المتوسط, والتي تعني الدول الأوروبية في الشمال والدول العربية في الجنوب بالإضافة إلى تركيا. هذا المجال كان شكلا آخرا للعلاقة الغير متكافئة بين عالم الشمال وعالم الجنوب. فأدى هذه العلاقة غير متكافئة أدى إلى اتساع الهوة أكثر والفجوة أكثر بين عالم الشمال المتقدم صناعيا وعالم الجنوب المتأخر اقتصاديا. طبعا كان يفترض تحسين هذه العلاقة عن طريق كون الاتحاد الأوروبي هو المتقدم اقتصاديا, فكان يفترض أن تنطلق العلاقة من حاجات الدول النامية, كون من حاجاتها نقص رؤوس الأموال وضيق السوق الداخلية والديون الخارجية, ولكن هي انطلقت من مصالح الدولة الأكبر أو الكيان الأكبر الذي كان في هذه العلاقة وهي الدول الأوروبية. النموذج الثالث لهذه العلاقة هو الشراكة الأوروبية المتوسطية الذي انطلق من إعلان برشلونة عام 1995, كان هو انطلاق لما يسمى الشراكة الأوروبية المتوسطية, مضمونه أن تقوم شراكات بين الاتحاد الأوروبي في الشمال وبين الدول العربية في الجنوب. طبعا هذه العلاقة بين الشمال والجنوب كانت علاقة غير متكافئة, فحتى تكون هذه العلاقة متوازنة وصحيحة ويستفيد منها جميع الأطراف كان يفترض الردم الهوى بين هذه الدول, ردم الهوى هو التنمية والاقتصاد والتطور الاقتصادي بين هذه الدول من خلال دعم عالم الجنوب في السيادة على مواردها واستثمارها بعيدا عن الهيمنة والتبعية. وللأسف دائما كانت علاقة بين الدول الأوروبية والدول جنوب المتوسط هي علاقة هيمنة وتبعية. كذلك تطبيق مضمون إعلان الأمم المتحدة الذي ينص على سيادة الشعوب على مواردها ومنع التدخل في الشؤون الداخلية, كما يجب أن تتجه جهود الدول النامية نحو الاعتماد على الذات, يعني بدل الاعتماد على الدول الغربية والدول الأوروبية يجب أن تنطلق من ذاتها وتستخدم مواردها وإمكانياتها لتحقيق التنمية الشاملة وتحقيق عن طريق تحقيق التعاون والاندماج فيما بين دول الجنوب نفسها. عندما تقوم العلاقة بين دول الجنوب متكافئة اقتصاديا, فممكن أن تكون هناك علاقة متكافئة يستفيد منها جميع دول الجنوب, منها طبعا
تحقيق تعاون عن طريق تحديث الزراعة واعتماد التكنولوجيا والبحث العلمي والتطوير. هذه الأمور ممكن أن ترفع من مستوى اقتصادية دول الجنوب، وبإمكانها أن تدخل علاقة متكافئة مع عالم الشمال، وممكن أن تتحقق المصالح المتبادلة بين الطرفين، طرف الشمال وطرف الجنوب، وهنا ممكن أن تسود عالم على أساس علاقات اقتصادية على أساس من التعاون والتكامل بين عالم الشمال وعالم الجنوب، طبعا في حال كان هناك نوع من الحفاظ على السيادة واستقلال الدول وعدم تدخل بشؤونها، والقيام عن طريق قيام علاقات ندية ومتكافئة بين الشمال والجنوب. يعني هون يعني شكرا لك، فقرة طويلة جدا، أرجع أوجز اللي تفضلت حضرتك وحكيت فيهم، إنه نحن في علاقات بين دول عالم الشمال وعالم الجنوب، فرضت كثير من القضايا من عالم الجنوب على دول الشمال، ولكن لم تتمكن من إيجاد واقع جديد. أهم هو الحوار. حرب تشرين التحريرية كانت محرك أساسي للحوار بين عالم الشمال وعالم الجنوب. أيقظت العالم على أن هناك دول صناعية متقدمة متطورة بحاجة هذه الدول، وحكى أنه أن يكون هنا في تعارض مصالح بين هذه الدول ودول عالم الجنوب. كان هناك تجربة من الدول العربية أو الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، أنه يعملوا علاقات مع أوروبا، وأوجدوا اتفاق برشلونة، لكن هذا الاتفاق فرض، يعني أرادوا أن يجعلوا هذه الدول المطلة على البحر تكون سوق لهم، أصبحت علاقات غير متكافئة. هذه العلاقات الغير متكافئة أضعفت دول عالم الجنوب بدل أن تساعد دول عالم الجنوب. لماذا علاقة غير متكافئة؟ أرادوا أن يجعلوا هذه الدول سوق لمنتجاتهم لأفكارهم، وأن يعني في المقابل يمنعون تصدير دخول المنتجات العربية إلى أسواقهم. بالضبط، يعني وأيضا هو انخفاض قيمة صادرات الدول النامية، ما عم نصدر. فأيضا وحتى إذا صدرنا يكون هناك تحول عن الطلب، يعني دولة بتطلب منك أول سنة، ثاني سنة، ثالث سنة، رابع سنة ما هتطلب، ما هناك عندك منتج وبتطور الإنتاج في سبيل أنه تأمن للسوق، تتفاجأ بأنه لم يأخذه. أيضا تصاعد الحماية الجمركية لدى هذه البلدان المتطورة، يعني إذا بترسل لهم 100 طن فبدهم يبعثوا لك 1% أو 3%، إذا بعثت لهم 2 طن أو 200 طن فبدهم يرفعوها 6% أو 7% كحماية جمركية للمنتج المحلي. المنتجات الزراعية ممنوع تدخل السوق الأوروبية، هناك حماية شديدة على المنتجات الزراعية. وهناك منتجات في بعض الدول، يعني نحن عندنا في سوريا بعض المنتجات إذا غزت الأسواق الأوروبية هي أفضل من المنتجات الأوروبية، ولكن هناك ضعف في التصدير وحصار اقتصادي وغير ذلك، يعني يضعف الواقع. إذن يعني عالم الشمال وعالم الجنوب واقع، هناك فارق كبير بينهما، هناك هو يعني كاتبينه شو الهو، هو أن فارق كبير بين عالم الشمال. كيف يمكن لهذه الدول أن تردم هذه الهوة؟ يعني نحن بنرجع بنقول الاعتماد على الذات في عملية التنمية الشاملة، تحديث الزراعة، اعتماد التكنولوجيا والبحث العلمي والتطوير، أن توظف الاستفادة من البحث العلمي في هذه الدول أن ينعكس إيجابيا على مجتمعات وشعوب، لابد من الاهتمام بالتعليم، الاهتمام بتطوير واقعهم في كافة المستويات، وأيضا تطبيق إعلان منظمة الأمم المتحدة. الأمم المتحدة تقول على الدول الغنية أن تساعد أن تأخذ بيد هذه الدول حتى تتطور وتصبح في مصافي الدول المتقدمة، وأن تتعايش الدول والشعوب مع بعضها البعض. يعني نحن تحدثنا عن الوحدة الثالثة، نتمنى أن نكون أفدنا عنها، لكن أستاذ مجيب بدنا نحكي عن كيف يمكن، دائما نسأل عن هذا الموضوع، أنه كيف يمكن الطالب أن يجيب على الموضوع؟ سؤال خامسا عنا في أسئلة الامتحان بيجي أكتب في الموضوع الآتي، يعني تعطينا هيك لمحة موجزة عن كيفية كتابة الموضوع. نعم، نحن بخامسا بالأسئلة كما ذكرت أستاذ بسام، أنه أكتب في الموضوع الآتي، وبيجي ده موضوع واحد، والموضوع هو من خلال دروس الكتاب، قد يكون فقرة فقرتين من درس أو درسين أو من واحدة أو من واحدتين. نحن في الموضوع بحاجة إلى تقديم، التقديم للموضوع عبارة عن معلومات عن هذا الموضوع، سطر سطرين نعرف بالموضوع، ثم ننتقل إلى العرض.
العرض نجيب فيه عن الأسئلة المطروحة في الموضوع أو صلب الموضوع، وهذه الأسئلة نجيب عليها بطريقة مترابطة، نستخدم فيها أحرف العطف ثم أو إلى آخره، ونحن في الموضوع يعطينا أيضا الرأي، الرأي يجب أن يكون متضمن ما، ثم نصل إلى الخاتمة. كيف نحن بالتوزيع درجات الموضوع؟ التقديم للموضوع يكون لدي 5 درجات، بالعرض 7 أفكار سواء كان من محور واحد أو سؤال واحد أو سؤالين 35 درجة، للربط 5 درجات، الخاتمة 5 درجات، يكون لدينا المجموع 50 درجة من 200. هاي الموضوع، كما ذكرنا أي فقرة أو فقرتين في الدرس سواء كان درس واحد أو درسين ممكن أن يأتي منهم الموضوع. إذا الطالب قدم بشكل صحيح، عرف القضية أو الموضوع، أي لا يوجد معيار يعني سوى أن يكون، إلا أن تكون التقديم يعني عن هذه الحالة أو هذا الموضوع الذي أتحدث عنه، ومن ثم يربط أفكاره وصولا إلى الخاتمة ويعطي رأيه المطروح في هذا الموضوع. يعني هلا نحن حكينا عن الوحده الخامسه استاذ مجيب، الوحده الثالثه، عفوا الوحده الثالثه. هلا اذا نحن اعطينا نص للطالب موضوع، قلنا له يتطلع العلم الى تفعيل منظمه الامم المتحده، نعم، وان يكون لها دور فاعل اكثر نتيجه الظروف التي مرت بها هذه المنظمه، نعم، تمام. ف اثر او ما الاثار السلبيه ل المتغيرات الدولية في عمل منظمة الأمم المتحدة في الحرب الباردة، وما المقترحات لإصلاح مثلا المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مبينا رأيك في أهمية حل الخلافات الدولية بالطرق السلمية. كيف ممكن نحن نجاوب على هذا الموضوع؟ نعم، المنظمة إذا كتب الطالب أي سطرين عن هذه المنظمة، عن دورها في تحقيق الأمن والسلام. يعني أنا سؤالي أستاذ مجيب، هلا نحن قلنا له ما حطينا له هالسطرين وهدول، انه شو حكينا له عن عمل منظمه الامم المتحده؟ طب هالطالب ما في يستغل هدول السطرين يصيغ منهم مقدمه مع اللي قرأهم مع فهمانهم او حافظهم منهم، على الا يكرر على الا يكرر نفس الكلام، يعني اعاد صياغتهم بشكل جديد. بشكل في مشكله شيء؟ ما في مشكله، بس على الا يتكرر الصياغة الواردة نفسها. إذن إذا ذكر عن السلام، عن الأمن، دور منظمة الأمم المتحدة، ومن ثم ينتقل إلى صلب الموضوع اللي هو معالي كما ذكرنا. يعني إذا كتب الطالب مثلا، إذا فكر الطالب هيك، نعم، بدي أرجع أنا صيغ اللي حكيناه نحن بطريقة أخرى، نعم، إنه نشأت منظمة الأمم المتحدة مع نهاية الحرب العالمية الثانية لحفظ السلم والأمن الدوليين وحل الخلافات الدولية بالطرق السلمية، وترى شعوب العالم أن تحل خلافات الدولية بالطرق السلمية بعيدا عن كلام جميل ليوسف الطالب. يعني أنا بس قصدت أستاذ مجيب، هلأ في كتير من زملائنا المدرسين أو من الطلاب أنه أنا حفظت هي بكتب هي مقدمة أو بحفظ هي بكتب مقدمة، نعم. يعني أنا بدي أفسر شغلي مهمة جدا لأحبتنا الطلبي، أنه المقدمة تصاغ بأسلوبه بشخصيته، نعم. يعني نحن الهدف من الموضوع أن يقوم الطالب بعملية تحليل للأفكار ومن ثم إعادة تركيب هذه الأفكار من جديد، لا يربط أو يقيد نفسه أنه أنا طب نسيهم شو بيعمل. فلا، أنا بكون عنده انفتاح الطالب أنه أنا أي فكرة ممكن صيغة، يعني إذا صار الطالب لديه خيارات كثيرة في المقدمة، في المقدمة إن عنده خيارات منفتحة كبيرة كثيرة، يعني أنا قادر أني أنا صيغ مقدمة بالأسلوب الوحدة أو مقدمة الدرس. زملائنا المصححين، يعني أحبتنا الطالب مهم جدا، زملائنا المصححين مع أي طالب أنه كتب هالسطرين دغري بيحط له خطوة بيعطي 5 درجات، 5 درجات أبدا، نعم، بدون أي نقاش، نعم. بعد ذلك ينتقل إلى الموضوع، صلب الموضوع، صلب الموضوع. يعني أنا قلت لك أنه يعني يرجع يكتب الطالب ما انتهى، وآثار السلبية التي نشأت في عمل منظمة الأمم المتحدة في مرحلة الحرب الباردة كانت، يكمل يعني، نعم. انتهى. يعني نحن موضوعنا دائما نقوم عملية ربط، ممكن يعني أخذنا من هي وأخذنا الدرس الثاني، يعني أخذنا الفكرة درسين. من درسين، نعم. درسين. والمقترحات لإصلاح المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يعني ممكن نحن نعطي صيغة سؤال
الطالب أن عليه أن يعود يفهم السؤال وين من صلب الموضوع، وبصلب الموضوع بنكتب له مثلا ما الآثار السلبية ونضع إشارة استفهام. نعم. ثم ما دور وما المقترحات لإصلاح المجلس نضع إشارة استفهام. نعم يعني هذا الأمر، ويكتب كل الأفكار يعني. نعم. نحن زملائنا اللي بيصححوا ينظر إلى كل ما كتب الطالب وأين وجد الصح، وجدت عبارة صحيحة يضع عليها درجة الأفكار. إذا نحن أعطينا 7 أفكار من ال، ويجب أن يذكر طرفي الموضوع، وممكن يكون 3 أن ثلاثة. يذكر نعم متعدد يعني الموضوع، فأن يذكر هذه الأفكار، أن يكتب في الاتجاهات 3 أو في الأسئلة 3 إذا كانوا 3 أو في حتى الدرجة كاملة. نعم. إذا عندما يكتب هاي الأفكار الطالب خلص منه يكتب الرأي. الرأي يعني كثير مهم أن الطالب يذكر برأيه، برأيه أو أرى أو أرى أو مما سبق أستنتج. صحيح. أي شيء يشير إلى أنه أعطى رأي، أعطى رأي. نعم. أن يقول يعني ممكن أن يلخص أهم الأفكار، وهون في الرأي أن يكون هناك قيمة إيجابية. نعم. يعني في شيء يتبنى قيمة إيجابية، يعني يتبنى أفكار الأمم المتحدة بأن نزرع في عقول البشر ثقافة السلام والحوار وحل الخلافات بالطرق السلمية، وليس القتل والاعتداء والعدوان والاستخدام الإرهابيين وغير ذلك. هذا الأمر مهم جدا. وأيضا المصحح بيعطي 5 درجات، يعني عمليا نحن أحبتنا الطلبي إذا كتب هذا الموضوع بهذا الترتيب ينال 5 درجات مقدمة الموضوع، وإذا ما نكاتب ولا أي فكرة في صلب الموضوع صحيحة كتب أفكار خاطئة، وكتب الرأي ينال 5 درجات الرأي، وينال أيضا 5 درجات ربط عناصر الموضوع مع بعض البعض، وينال الطالب 15 درجة من صلب الموضوع. عامل مهم جدا أنه الطالب يهتم أو يكتب في هذا فقط عندما يذكر يعني نحن بكل أحبتنا الطلبي بكل ندوة عم نعملها عم نتحدث عن هذا الموضوع لنعزز عنده مهارة الطالب كيف يمكن أو يجيب. نعم. إلى على هذا الموضوع. أستاذ فادي يعني ندوتنا شارفت على النهاية. نحن يعني مادتنا كتير يعني في أهل بيشكوا أنه صعب، وفي كتير من اللي بيهرب منا الطالب. الحقيقة مادتنا ما صعبة، ولازم يجعل عدم الهروب منا نصائح لأحبتنا الطلبي كيف يمكن أن يدرس هذه المادة. أهم طريقة يدرس فيها الطالب يركز على الفهم دائما، هي ولو كان نسبة الحفظ فيها كبيرة، ولكن دائما الحفظ لازم يبدأ من الفهم والاستيعاب، ودائما يبدا الطالب من الفهم والاستيعاب اكثر من مره ما بيشوف حاله الا حفظها بسرعه. اذا يبدا من الحفظ والاستيعاب، لانه حتى في بعض الاسئله فيها فهم وفيها بتحتاج لتركيز، بتحتاج للتركيز على العبارات، يفهم الكلمات والعبارات وترابط الافكار مع بعضها، لانه في بعض الاسئله بتحتاج لتدقيق. أهم ما بالأمر أنه دائما يعني يراجعها مراجعة دائمة، يدرسها أثناء أسبوعيا، ويراجع الدرس ويراجع المادة بشكل مستمر حتى دائما تبقى في ذهنه وفي ذاكرته. فأهم ما في الأمر أنه دائما يبدأ بالحفظ والفهم، يبدأ الحفظ بالفهم استيعاب. نعم. الفهم دائما هو مقدمة للحفظ، يفهم أول مرة ثاني مرة ثالث مرة ما بيشوف حاله إلا حفظها وبيلاقيها مادة ممتعة وحلوة ويربطها بالواقع. من الضروري يربطها بالواقع، يعني كتير مهم نحن إنه الطالب يفهم يقرأ. يعني أنا مع إنه تقسيم التفكير، يعني عندما أنا أدرس وطنية فكر بالكلام الذي أقرأه. يعني إذا طالب عم بفكر بمسألة معينة فيزياء رياضيات كيمياء أو عم بده يدرس وطنية ما بيمشي الحال، يعني تفكير بقضيتين صعب، وخاصة في عملية الدراسة. أنا بقرأ تربية وطنية بركز في التربية الوطنية، بقرأ لغة عربية بركز في اللغة العربية، بقرأ دياني بركز في الدياني، اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية بالرياضي. يعني يكون عندي تقسيم وتوزيع الوقت. يعني أنا مع أن الطالب يعطي حق هذه المادة من الوقت، يصبح قادر الطالب ومقتدر
على أنه يعرف خفايا هذه المادي وأفكارنا حلوة أو سلسة أو متميزة، وبيحس الطالب عندما قادر يفهم الأفكار بيحس بالمتعة، هو أنه أنجز وأعطى منتج ينعكس إيجابيا على دراسته. أستاذ مجيب، كلمة أخيرة، نصيحة هيك لأحبتنا الطالبين. نعم، يعني نحن لدينا الكتاب، أو أن يلتزم طالب بالكتاب الابتعاد عن أي شيء خارج الكتاب. الشيء الآخر الحضور والمشاركة مع مدرسه في الصف. نعم. هذا عامل مهم للطالب أنه يشارك مدرسه وينتبه عليه حتى يفهم المعلومات بشكل جيد، ومن ثم عندما يعود إلى البيت سوف يكون هناك من السهل عليه تدارك بعض الأمور أو فهم العلاقات الموجودة أو المترابطة في هذه المادة. أيضا الطالب ممكن أن يستخدم بعد كل وحدة، بعد كل ثلاث دروس، التخطيط الذهني، ماذا أخذ، كما نحن نستطع اليوم مثلا في هذه الوحدة عندما نقول وحدة ثالثة ماذا تتضمن، تتضمن في الدرس الأول العناوين الفرع على جزئيات، ومن ثم أصل إلى نتيجة محققة و يكون لمصلحة الطالب بشكل أو بآخر. شكرا لكم، يعني شرفت ندوتنا على نهايتها. شكرا لك أستاذ مجيب اسكندر من مديرية التربية طرطوس، أهلا وسهلا فيك. أنا أستاذ بسام. وأيضا شكرا أستاذ فادي شندوخ من مديرية تربية القنيطرة، وكل الشكر لكم أحبتنا الطلبة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.